اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، مشاهدي الجزيره مباشر مصر في تغطيتنا المتواصله والمستمره معكم، وفي ايضا متابعه لتلقينا شهادات لشهود عيان على مجزرتي ربع العدويه ونهضه مصر. معنا الان احد شهود العيان، هو اصغر شاهد عيان تقريبا نستضيفه، هو ضيف خاص شقيق الشهيده ايقونه ربع العدويه اسماء البلتاجي وابن الدكتور محمد البلتاجي المعتقل حاليا، وهو اصغر ابناء الدكتور محمد والشقيق الاصغر لاسماء البلتاجي، معنا حسام البلتاجي. حسام اهلا وسهلا بك، مش عايز اسالك اسئله كتير لان انت عمرك 12 سنه مظبوط؟ مظبوط. طيب حسام، اولا بنشكرك على انك انت طلعت معانا وعايز توضح للمشاهد مشاهداتك وتجربتك. انت كنت في اعتصام رابع العدوية تقريبا طوال الوقت حتى فترة فض الاعتصام، احكي لنا عما شاهدته في يوم فض اعتصام رابع العدوية. يعني والله يعني الفترة بتاعت استشهاد أسماء، طبعا أنا شاهدت، يعني كنت في مستشفى ميداني وخلف المنصة وفي كذا مكان، يعني وفي مستشفى رابعة، المركز رابعة الطبي. بس هو الأبرز يعني أنا لما أنا كنت يعني كنت متواجد خلف المنصة الساعة 2 تقريبا أو 3، اشتد القنابل المثيرة للدموع، اشتدت قوي خلف المنصة الخيمة اللي أنا قاعد فيها هناك. فبدأنا نتحرك، يعني حركوني بره شوية، يعني كنت تعبت يعني من المثيل. فقدرا يعني قابلت والدتي وقالوا لي يعني على خبر استشهاد أسماء وده. لكن أنت ما شفتش الواقع نفسها، واقعة استشهاد أختك أسماء؟ لا أنا ما كنتش معاها وما عرفتش الخبر يعني. طيب ما عرفتش الخبر غير بعديها بشوية، يعني لما استشهدت خالص. تمام. أثناء فض الاعتصام يعني أنت كنت دورك بس أنك ما كنت موجود في الخيمة فقط ولا عملت لا إيه يعني؟ أنا أولا كنت في المستشفى الميداني. أول حاجة كنا في جوه في القاعة اللي جنب المركز العالمي، كنا هي ما كانتش مجهزة، فكنا بنجهزها بحيث إن إحنا نستقبل الحالات اللي جاية من بره، لأن كان ساعتها عدد كان في لسه في بداية الضرب، لكن عدد المصابين والشهداء يعني زاد فجأة، فكنا بنجهزها إن هي تستقبل المصابين وكده. يعني وبعدها انت عندك 12 سنة حسام، يعني منظر الدماء والقتلى والمصابين ما كانش بيخوفك او بيألمك بشكل والله كبير؟ يعني انا يعني شاهدت قبل كده موقعات الجمل واحداث محمد محمود، يعني ف يعني الواحد اعتاد على مواقف دي يعني خلاص. هل انت كنت في رابعة بطلب من العيلة ولا انت كنت عايز تروح؟ لا انا كنت عايز اروح، يعني انا كلنا كنا الاسره كلها كانت متواجده يعني على طول في ميدان رابعه، يعني بس ملهاش علاقة بالأسرة يعني. ايه اجمل يوم قضيته في رابعة العدوية؟ نعم، ما هو اجمل يوم قضيته في رابعة العدوية؟ والله يعني هو كذا مليونية، يعني مفيش أيام بعينها، يعني كذا مليونية مليونات والله، أغلبها يعني بتكون فعلا مليونات يعني جميلة جدا يعني. انت ليك بوستات كتيرة على الفيسبوك عن اختك اسماء وعن علاقتك الخاصة جدا باختك اسماء. انت طبعا شفت من الشهيدة اسماء اشياء ما حدش تاني يقدر يشوفها لانك انت اخوها الصغير، يعني اللي كانت بتعتبرك اخوها الصغير، علاقة خاصة اكيد. احكي لنا عن علاقتك بالشهيدة اسماء البلتاجي. يعني والله هي كانت طبعا يعني هي اصلا من اكتر الحاجات اللي بتميز اسماء، يعني مش على علاقتي انا بيها، من اكتر الحاجات اللي بتميز اسماء فعلا علاقتها شيء قويه جدا مع ربنا. يعني حتى بعد ما اتصابت كانت طول الوقت يا الله يا رب، حتى بعد كانت في تدوينات كده كاتباها في مذكرات بعد ما استشهدت تفاصيل عليها، كل ادعيه وكلام عن الشهاده وكلام كده.
كان ليها يعني أشياء معينة بتقولها لك أنت مخصوص، بتطلب منك أشياء، بتنصحك بأشياء، يعني إيه أكتر شيء اتعلمته من أسماء؟ يعني والله هي كانت بتعلمني كل حاجة، وكنت يعني هي كانت معايا في كل حاجة، وما كانتش بتدخل عليا بصراحة بأي حاجة، يعني سواء كان حتى في يعني في العلم، حتى كانت يعني بتدرس لي كتير كده يعني. تمام. احنا دلوقتي هنعرض على طول على صفحتنا او على الشاشة كما تشاهدون الآن دعاء كتبته أسماء بخط يدها. انت شايف اكيد شفت الرسالة دي يا حسام. احكي لنا ايه كانت، احكي لنا عن علاقة أسماء يعني وارتباطها بالدعاء وارتباطها ب، انت قلت ان هي كانت علاقتها بربنا علاقة قوية، ايه اللي اه انت كنت بتشوفه هو على احنا أسماء؟ ده يعني ده لاحظناه قبل الاستشهاده، يعني في صلاتها وفي دعائها، بس يعني ما كناش التدوينات ديت ما كناش نعرفها، ويعني ما شفناش التدوينات ديت غير لما اسماء استشهدت. انت رحت رجعت تاني زرت ميدان رابعة العدوية في المسيرة، مسيرة الجمعة اللي هي اقتربت من ميدان رابعة مسيرة العدوية. الجمعة اه نعم، اه والله يعني كان احساسك ايه ولما رحت ميدان رابعة العدوية مرة تانية، هذه المرة بعد شهر من فض الاعتصام واستشهاد شقيقتك الشهيدة اسماء؟ الواحد فعلا مفتقد المكان ده، يعني قعدنا 48 يوم في المكان ده معتصمين فيه، وجو يعني ملهوش مثيل بصراحة. الواحد والله بيفتقد الميدان جدا يعني. عادة في أي مكان في العالم يعني حينما يسقط قتلى في مكان ما بيسمح للناس أن يذهبوا إلى مكان ذويهم، المكان الذي استشهد فيه ذووهم أو قتل فيه لا ذووهم، يعني يضعوا عندنا، ورود، يضعوا، يتذكروا ما حدث. لا عندنا الجيش يعني الانقلابيين بيحاولوا يطمسوا المعالم، يعني حتى اي معالم بيحاولوا دلوقتي يغيروا كل المعالم. انا حتى مررت بالميدان، يعني قدر ان يعني كده مررت بالميدان عديت منه، يعني هم بيحاولوا، هم مش عايزين يخلوا في اي ذكرى للميدان، بيحاولوا يطمسوا كل اثر اي حاجه في الميدان، أنت مش عايزين حد يفتكر اي نفسك حاجه، اي تزور حاجه المكان، حصلت كان. نفسك تزور المكان اللي استشهدت فيه أختك أسماء؟ اه طبعا عايز تعمل إيه هناك حتى يعني؟ الآن لسه ما زرتهوش، يعني استعيد يعني اللي حصل يعني يومها، بس أنا لسه لحد دلوقتي ما زرتهوش يعني. تمام. قمت أيضا بزيارة الوالد في السجن، احكي لنا عن زيارتك للوالد في السجن. ايه هي، احنا ما هي معنوياته، شكله، هل اتغير شكله، أصلا صحته، احكي هو لنا عن الزيارة. يعني هو معنوياته والله عالية جدا، يعني هو بيبشرنا بالنصر القريب بإذن الله، وهو معنوياته أعلى جدا، يعني أعلى من كل اللي موجودين بره السجن يعني أو بره المعتقل. هو يعني صحته كويسة الحمد لله. يعني هو انت شايف ان صحته كويسة، مش مفيش اي تعب باين عليه او شيء من هذا القبيل؟ يعني شوية يعني مش يعني هو باين عليه طبعا إرهاق يعني وتعب من اللي بيحصل معاه طول الوقت، تحقيقات مستمرة، و يعني في ظروف صعبة في السجن، بس هو يعني الحمد لله كويس، ومع كويس والله يعني جدا يعني. هل قال لكم ان هو تعرض لاي تعذيب او اي اساءة او اي شيء من هذا القبيل؟ لا بس هو في الأول 5 أيام لي كان في أوضة مغلقة، يعني ما فيهاش منافذ هواء، كان يعني كان الحال صعب يعني قوي في أول 5 أيام بالذات، وبعديها بدأوا يعني يسهلوا شوية، بعد ما يعني جت أخبار إن ممكن يكون في حاجات من بره، جمعيات إنسانية أو حاجة زي كده ممكن يشوفوا المكان، ف بدأوا يدخلوا له نور، يدخلوا له مراوح، حاجات زي كده. تمام. انت نقلت عنه رسالة على الفيسبوك، ايه الرسالة
الوالد الدكتور محمد البلتاجي حب يبلغها عن طريقك للمصريين. والله يعني يقول للناس كلها ازاي يعني يصبروا ويصمدوا ويستمروا في الميادين والشوارع يعني، ونصر ربنا قريب بإذن الله. هل انت ما زلت بتنزل مظاهرات يا حسام ولا ما بتنزلش؟ مش خايف؟ نعم مش خايف يعني والله في يعني ضرب نار في من بعد اللي حصل ده كله يعني حاجز الخوف ده خلاص انكسر، بقاش في حاجة خوفها يعني عند كل اللي كانوا موجودين يومها بصراحة يعني. وانت عايز ايه اللي يرجع بقى؟ عايز المظاهرات دي تحقق ايه؟ يعني احنا مستمرين يعني حتى عودة الشرعية، سقوط الانقلابيين دولت مش عايزين يحكمنا عسكر، مش عايزين يحكمنا عدلي طرطور، مش عايزين يحكمنا كل دول، هما دول جايين ودافعوا على إرادة الشعب. وانت رسالتك ايه للشباب اللي في سنك اللي يعتبروا اطفال يعني في 12 سنة، رسالتك ليهم ايه؟ يعني والله برضو يصبروا ويصمدوا معانا يعني زي يعني انا والله يعني كل يوم في المسيرات يعني حتى بشوف كتير يعني اصغر مني كمان، يعني انا سن 12 سنه بشوف ال10 سنين وال9 سنين حتى الصور منشوره كتير وبيقودوا مسيرات وبيهتفوا بالناس يعني، فالحكايه دلوقتي بقت حكايه سن يعني. انت حاسس ان انت كطفل مصري من اللي احنا شايفينه دلوقتي عندك مستقبل في مصر؟ يعني حاسس ان مصر هتدي لك في المستقبل ما تتمناه؟ والله يعني أنا متفائل جدا باللي جاي بإذن الله، والنصر قريب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك حسام البلتاجي الشقيق الأصغر لأسماء البلتاجي، شهيدة رابعة وأحد الوجوه البارزة في مجزرة فض رابعة العدوية ونهضة مصر، ونجلة الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، المعتقل حاليا والذي ظهرت صور اعتقاله وأيضا تم تداولها بشكل كبير على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وهو يرفع شارة رابعة العدوية ثم يضربه العسكري على يده وهو يرفع يده بهذه الشارة. شكرا لحسام. حسام طفل عمره 12 سنة، علاقة خاصة جدا بشقيقته الشهيدة أسماء وبوالده الذي زاره ونقل عنه رسالة إلى جموع المصريين أن يواصلوا الثبات والصمود حتى إنهاء ما اعتبره الانقلاب العسكري والسلطة المغتصبة وعودة الشرعية. كما تابعنا على الشاشة كانت لحسام تعقيبات كثيرة على الفيسبوك، منها هذه الرسالة التي نقل عن والده الدكتور محمد البلتاجي، منها رسالة أخرى حول توجهه إلى ميدان رابعة العدوية وعدم تمكنه من الدخول وتمنيه أن يدخل ليرى المكان الذي استشهدت فيه شقيقته أسماء البلتاجي. أيضا قال إنه يواصل المظاهرات وانه عنده امل وتفاؤل، يعني لطفل عنده 12 سنه عنده مازال امل وتفاؤل كثير بمستقبل مصر، وده الشيء اللي يمكن ان يحفظ الوطن الحقيقه، ان يظل الناس متفائلين وعندهم امل مهما كانت الظروف في المستقبل.